ليكم فيديو جديد من سلسلة تومان جيو ستريت. فيديو النهاردة هنتكلم عن الوايلد كات ويلب، ايه هو وليه تسمى بالاسم ده وايه اهميته، خليكم معنا. الوايلد كات ويل او بئر القط البري هو بئر استكشافي بيتم حفره للبحث عن البترول او الغاز الطبيعي في المناطق الغير مستكشفة او اللي ما فيهاش اصلا سجلات انتاج تاريخية ملموسة. سبب التسمية ان في بداية عشرينيات القرن الماضي اثناء حفر بئر استكشافي في منطقة غرب تكساس في الولايات المتحدة، طاقم الحفر لقى ان عدد القطط البرية في المنطقة كبير جدا، وبالتالي لتطهير المنطقة وتجهيزها للحفر تم اصطياد القطط دي وتعليقها على معدات الحفر، ومن هنا جت تسمية ابار القطط البرية او الوايلد كات ويلز. الوايلد كات ويل مهم جدا للتأكد من وجود كميات مناسبة وتجارية من البترول والغاز الطبيعي، ولكن عملية حفره بتكون صعبة وخطيرة جدا لأن معلومات الجيولوجيا تحت سطحية، وكمان نظام الضغط بيكون قليل جدا في المنطقة دي، وبالتالي احتمالية حدوث انفجار بتكون كبيرة جدا. عشان كده أطقم الحفر لازم تكون على درجة عالية من المهارة والخبر. بس كده، دي كانت نبذة بسيطة عن الوايلد كات ويل.